السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض مخلل الخيار بطريقة سهلة قوي. عندي حوالي كيلو الا ربع خيار اهم، وعندي 3 قرون فلفل. انا مش عايزة فلفل معاه، بس انا هديله بس الطعم شوية. وعندي ربع كوباية، ربع فنجان خل، ربع فنجان صغير، وفصين توم كبار متقطعين زي ما انتوا شايفين كده، وعندي نص معلقة كمون ومعلقة كبيرة ملح. كل الحاجات دي على بعضها نحطها في برطمان. تمام، حطيت الكمية كلها اهي، رصيتها كلها ورصيت قرون الفلفل بالطريقة دي. هحط عليهم بقى ايه؟ كل الحاجات اللي انا قلت عليها دي، التوم. تمام، واحط عليهم الكمون، واحط عليهم الملح، معلقة كبيرة ملح طبعا. وعندي بقى مية سخنة، يعني خلوها سخنة قوي لو هتاكلوه بعد 3 ايام. لو هتاكلوها بعد، تاكلوه بعد يعني 4 ايام 5 ايام كده، تبقى المية دافية شوية. تمام، هنزل بالمية. حطيت كده المية وحطيت الكمون والملح والثوم. هحط بقى نص كوباية الخل اللي عندي كده. تمام قوي. لو عايزين شطة اختياري، يعني ممكن تحطه او لا، وتقفله كويس وتقوموا مقلبينه اهو. بصوا شايفين بتقلب في بعضه ازاي، الملح على الثوم على كل اللي فيه كده، هيمتزج ببعضه خلاص كده، يبقى تقلب معايا. بعد ما تقلبوه بقى كده، تقوموا قلبينه على وشه بالطريقه دي، وتسيبوه بقى اليومين اللي هيستوي فيهم. هو بالكتير قوي هياخد معايا يومين، وبيدل على طول الخيار. يعني كل يومين، كل 3 ايام تقوموا عاملين برطمان زي ده، يبقى خفيف في الاكل وما يقعدش كتير، وطعمه بيبقى جميل جدا. انا عاملاه قبل كده اهو، استوى معايا، خد مني يوم بحاله. يعني نقول اليوم بتاع النص، اليوم بتاع التخليل واليوم اللي هو اتخلل فيه، هو بس يوم ونص. تمام، استوى معايا على طول اهو، ودبل اهو قدامكم. الفلفل بس اللي لسه شويه اهو، بص عامل ازاي بالميه السخنه اللي انا قلت لكم عليها. بس مستوى معايا وجميل جدا وطعمه حلو قوي. طبعا انا دقته اهو، بصوا وجميل قوي، ريحته حلوه قوي. يا ريت تعملوه بالطريقه دي، سهله قوي وبسيط، وتقدروا تاكلوه تاني يوم على طول. يعني تعملوه النهارده تاكلوه بكره، سهله قوي. يا ريت لايك وشير، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.